بارك الله فيكم. هنا أمينة عليوي القرشي تقول: نريد منكم فضيلة الشيخ ذكر الآيات والأحاديث التي تبين حرمان وقتل النفس وبالذات حرمة قتل المؤمن إلا بالحق. النصوص في هذا كثيرة، وإحنا ما أحوجنا في هذا الزمان الذي كثر فيه القتل بصورة تذهل، حتى يستحضر الإنسان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من كثرة القتل. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يكثر فيها القتل، القتل عبر سنوات كثيرة حاصل، لكن لما تشاهد ترى الخبر ومرائن كمن سمع. يعني يقول قائل: طيب في الحرب العالمية الأولى والثانية ملايين الأنفس قد أزهقت، فهل هذا يدخل؟ نعم هذا يدخل، حتى ما جرى في اجتياح المغول لبغداد وهدمهم لدار الخلافة وقتلهم للناس وإراقة الدماء، هذا كذلك داخل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة القتل. لكن عندما نشاهد أيضا هذا في زماننا وبين أيدينا نستحضر هذه النصوص، ولا يعني أننا نقول هذا هو عين ما أخبر به فقط وما سواه فلا، لا، هذا ما أخبر به يندرج في كثرة القتل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. الواجب على المؤمن أن يتقي الله في دماء الناس، وهذا ليس فقط دماء الموافق المسلم، بل حتى المعاهد الذي لا يحل قتله من الكفار يجب أن يتقي الله تعالى في دمائهم. وليس هناك ما يبرر القتل، ليس هناك حجة تبرر قتل الأنفس المعصومة، يجب الإمساك عن قتل النفوس، ولا يجوز لأحد أن يتقدم بالقتل لأجل أنه أمر أو أنه مخالف له في توجه أو أنه بينه وبينه خصومة، سواء كانت الخصومة مالية أو حتى لو كان قاتلا، لا يجوز المبادرة لقتله حتى تفصل في ذلك الجهة ذات الاختصاص، والذي يتولاه ولي الأمر ولا يتولاه ولي الدم، لأن ولي الدم لا يؤمن من حيث هناك قواعد راسخة في الشريعة الإسلامية في بيان حرمة الدماء وحفظها، وقد أكد ذلك صلى الله عليه وسلم في أعظم المحافل في عرفة، في أعظم مشهد يشهده وفي يوم عظيم ومكان جليل، يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يؤكد حرمة الدماء، وأن الدماء يجب أن تحترم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والدم هنا حتى ولو كان وخزه بإبرة ينزف منها الدم يدخل في قوله كل المسلم على المسلم حرام، فكيف بتصويب الأسلحة وقتل الناس بالعمى دون تمييز؟ هذا لا شك ليس له مبرر أخي، لا مبرر له بالكلية، هذا من الاعتداء على الخلق، والواجب على كل مؤمن أن يصون نفسه من أن يقف موقفا بين يدي الله يأتي القاتل يشخب دما أخذ بتلابيب من قتله، يقول: ربي سل هذا فيما قتلني. وأول ما يقضى بين الناس كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا يدل على خطورتها وأنها من أعظم الحقوق التي بين الناس، فيجب صيانة الدماء وألا تسوغ هذه الدماء وإراقة هذه الدماء بأهون الأسباب. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إذا أصاب دما حراما ضاقت عليه السبل وانسدت بين يديه الأبواب وأغلقت دونه الطرق. لذلك يجب 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 أن يتقي كل أحد ربه في هذا الأمر. نعم. والموضوع خطير وهو مؤلم، وما نشاهده في سوريا وفي مصر وفي بورما، وإن كان بورما مختلفة لأن القاتل بوذي، وفي غيرها من الاقتتال الذي يكون بين المسلمين على خلاف سياسي أو خلاف عصبي أو خلاف حزبي أو خلاف فكري، هذا كله يجب أن يتوقف، ويجب أن يعي الجميع أنه لن
يحصل لهم ما يريدون من عز بلدهم وأمن بمثل هذه الطرق. لا يحصل الأمن إلا بالعدل وبالاجتماع وبالألفة وبالتشارك والتصالح على سير الأمور، أما التشاح والتزاحم فعاقبته وخيمة على المتزاحمين وعلى الأرض التي يعيشون فيها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحقن دماء المسلمين حيث كانوا، وأن يحفظ بلاد الإسلام من هذه الفتن المتلاحقة والبلايا المتعاقبة، وأن لا يشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.